أحييكم أيها الحضور الكرام، وباسمي وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا في ديوانيتنا السادسة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء. حديثنا اليوم عن دور قارئ القرآن في تحقيق مقاصد الشريعة. معالي الشيخ يتحدث إليكم، ثم سنفتح المجال للمداخلات والتساؤلات. كلمة لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: ولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. كان الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في أحوال سيئة في جميع أمورهم، فأنزل الله جل وعلا القرآن عليهم فتغيرت أحوال الأمة، فبدل أن كانت أمة لا يؤبه لها أصبحت أمة تقود العالم. وهذا إنما هو في الدنيا، وفي الآخرة ما هو أعظم من ذلك. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يأتون يوم القيامة، يأتي النبي ومعه الرهط والرهيط، فيأتي النبي معه الرجل والرجلان، قال: فإذا بسواد عظيم قد ملأ الأفق، فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فإذا بسواد عظيم قد سد الأفق، فقيل: هذه أمتك يا محمد، معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على هذه الأمة، على النبي الكريم، ليكون هداية للخلق أجمعين، اشتمل على مقاصد عظيمة، والمراد بالمقاصد المعاني الكلية التي لاحظها الشرع في تقرير أحكامه. وأولى الناس بملاحظة هذه المقاصد هم علماء الشريعة وقراء كتاب الله عز وجل. ولا ينبغي أن تقتصر هذه المقاصد على أن تكون معلومات معرفية مجردة، بل لا بد أن ينطلق منها لتكون تطبيقا عمليا في حياة الأمة. فإن الله عز وجل أنزل كتابه ليعمل به، ومن هذا المنطلق نستشعر تلك الآيات العظيمة التي وردت في فضل هذا الكتاب، كما في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وكما في قوله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وكما في قوله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وكما في قوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ونحو ذلك من الآيات التي تأمرنا بتدبر القرآن واستخلاص المعاني الكلية التي جاء بها كتاب رب العزة والجلال. ومن هذا المنطلق ينبغي أن يكون كل واحد منا مستشعرا لهذه المقاصد العظيمة، وأن تكون هذه المعاني الكلية بين عينيه عند قراءته لكتاب الله أو إقرائه له. وسأذكر نماذج من هذه المعاني الكلية. فأول ذلك معنى إفراد الله بالعبودية، فلا يعبد إلا الله جل وعلا، كما في قوله تعالى في أول أمر في القرآن:
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لاحظ، جاء بالأمر، جاء بمن يوجه له الخطاب، ثم الأمر بعبودية الله عز وجل، ثم إقامة الأدلة على هذا المقصد العظيم. في هذه الآيات قرابة 10 أدلة كلها تدل على وجوب عبودية الله سبحانه وتعالى. ولقد ذكر الله عز وجل أن الخلق إنما خلقوا لإقامة العبودية، وما خلق الجن والإنس كما في قوله إلا لذلك، كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنزلت الكتب وأرسل الرسل لهذا المعنى، كما في قوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إقامة العبودية لله عز وجل لا ينبغي أن نقصرها على العبادات المحضة، بل يحسن أن نجعل حياة الناس كلها عبودية له سبحانه وتعالى. وكما في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا يجعل قارئ القرآن يبتدئ بهذا في نفسه، فيجعل أعماله كلها لله. وهذا يتضمن 4 أشياء: أولها السلامة من صرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، فإن الشعار الذي أتى به كل أنبياء الله ألا تعبدوا إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومن ثم لا يصرف شيء من العبادات لغير الله. وهذا مبني على تحقيق توحيد الربوبية بأن الله هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، وأنه إذا أراد العباد شيئا وأراد الله شيئا وقع مراد الله مهما كان عندهم من الخطط أو من السلاح أو من الرجال أو من التدابير الخفية والمكر والكيد، فكل ذلك لن يخرج عن قدر الله جل وعلا. وهناك حديث تعرفونه جميعا في قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ولا يأتوا النصوص في هذا المعنى كثيرة، فهو سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ومن هنا فينبغي بالعبد أن تكون رغبته وتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا وجدنا أن قارئ القرآن يشتغل بالخوف من غير الله، حينئذ يكون هناك إشكال، لأن حق العبودية في عبادة الخوف يجب أن تكون لله وحده، كما في قوله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وتعلمون أن عبودية مخافة الله عبودية عظيمة النفع والأجر والثواب. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولذلك تميز أهل الخشية الذين يجمعون بين مخافة الله والعلم به على غيرهم. ومن هنا كان ومن هنا قال تعالى ذلك لمن خشي ربه في آخر سورة البينة. وعندما نجد أن بعض الناس يخشى من قوى إقليمية أو دولية أو يخشى من لهم مال أو مكانة أو منصب وينسى أن الله هو المتصرف في الكون، حينئذ يكون هناك خلل في عبودية الإنسان لله ناتج من خلل في اعتقاده لعموم ربوبية الله جل وعلا للخلق. وهكذا فيما يتعلق بهذا المعنى أن تملأ القلوب باستشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى، فإن الله مطلع على أحوال العباد لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، ومن ثم نملأ القلوب بهذا المعنى كما في الآيات التي أكدت على هذا المعنى، كما في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وكما في قوله سبحانه واصفا نفسه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكما في قوله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقوله يعلم السر وأخفى، ونحو ذلك من النصوص. لو أن هذه المعاني اجتمعت في الأمة صلحت أحوال الناس. وهكذا بقية المعاني التي تدخل في باب العبودية لله عز وجل. لو كان الرجاء لله وحده فلا يرجو العباد إلا هو سبحانه وتعالى ولا يتوكلون إلا عليه، كما في قوله وعلى ربهم يتوكلون. على ربهم هذا متعلق وقد قام بتقديمه ليفيد ذلك الحصر، بحيث لا يتوكل على أحد سوى سبحانه وتعالى. عندما توجد هذه المعاني في الأمة وتتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى تصلح أحوال الناس وتستقيم، ويكون عندها من اليقين ما يجعلها تصلح أحوالها وتصلح به أحوال مجتمعاتنا. لما خاف الخوف من الله عند بعض الناس أقدموا على المعاصي والذنوب، وحينئذ لا ينبغي أن نجعل المعول الأول عليه في إصلاح أحوال الناس الخوف من الخلق، سواء في العقوبة أو في الانتقاد أو في الاستنقاص. ثلاثة أشياء: في العقوبة، يعني بعض الناس ما يترك المعصية إلا خوفا من عقوبة ناشئة من عند الآدميين، أو تجد أن الأب أو المدرس يقوم بصرف أبنائه وتلاميذه عن المعاصي من خلال هذه الأمور الثلاثة، يقول انتبه هذا فيه عقوبة فيه غرامة، أو يقول ماذا سيقول الناس عليك، عيب على عيب عند هذا الفعل فعل معيب عيب عليك الإقدام عليه، وينسى أن يربطه بالله جل وعلا فيقول ما هو موقفك عند ما هو موقفك من ربك سبحانه وتعالى عندما يسألك عن هذا العمل. فهذا مقصد عظيم متعلق بإقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. وأما المقصد الثاني الذي أشير إليه وقد تكرر في كتاب الله كثيرا، جعل الآخرة
بين أعين الناس بحيث يستشعرون أنهم عما قريب سينتقلون إليها، فإن الدنيا أوقات قليلة وسينتقل إلى الدار الباقية. وقد جاءت النصوص تؤكد على هذا المعنى، قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وقال جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل توعد بالوعيد الشديد على من كانت مقاصدهم دنيوية، كما في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. عندما تقتصر الهمم على الأهداف الدنيوية يكون هناك مخالفة لمقصد شرعي جعل قصد الآخرة من الأمور التي ينبغي بل يجب على الإنسان أن يجعلها بين عينيه قبل أن يقدم على أي عمل، ينظر هل ينفعه ذلك العمل في آخرته أو يكون ضارا به. فلو استشعر الناس هذا المعنى وهذا المقصد لصلحت أحوال الخلق ولاستقامت أمورهم في كثير من أعمالهم. ومنطلق هذا آيات قرآنية عديدة، ينبغي بقارئ القرآن أن ينطلق منها في توجيه الخلق. ولهذا كان من القضايا العظيمة التي اهتمت الآيات القرآنية بها إثبات المعاد وإقامة الأدلة على ذلك. وانظر مثلا في أواخر سورة ياسين كيف أقام 5 أدلة أو 6 أدلة على هذا المعنى. حرص الشرع على لفت الأذهان لهذا المعنى بأن تجعل الآخرة بين الأعين. وأما المقصد الثالث الذي أريد أن ألفت الأذهان إليه هو مقصد الاجتماع والتآلف الذي ورد في النصوص التأكيد عليه. وهذا المقصد مرة جاء بالتنبيه لأصل المقصد وأنه نعمة عظيمة من عند الله وبالتالي ينبغي شكرها بالمحافظة عليها، كما في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إلى أن قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وحذرت آيات من كتاب الله من التفرق والاختلاف وبينت المفاسد الكثيرة المترتبة على ذلك. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. وجاءت النصوص القرآنية بالتأكيد على هذا المعنى. ومن ذلك أن الآيات القرآنية حذرت من كثير من التصرفات ينتج عنها وجود البغضاء ووجود التفرق والاختلاف، بل هناك سور انطلقت من هذا المعنى. انظر مثلا إلى سورة الحجرات، فيها توجيهات وآيات وكريمات اشتملت على التحذير من عدد من الأفعال لأنها تؤدي إلى الفرقة والاختلاف والتنازع. و
من مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى قوله: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، إلى قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة، إلى قوله: لا يسخر قوم من قوم، إلى قوله: اجتنبوا كثيرا من الظن، إلى قوله: يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فهذه التوجيهات جاءت لتحقيق هذا المقصد العظيم، وبالتالي تستقيم به أحوال الناس. وانظر إلى آيات كثيرة فيها ذكر وسائل تحقيق هذا المقصد، كما في قوله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومن ذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن وجود ولاية يجمع الناس، كما من الله عز وجل علينا في هذه البلاد حيث اجتمع الناس وتآلفوا وأصبح بعضهم يعين بعضهم الآخر. وهكذا وجود مرجع عند التنازع والاختلاف يرجع الناس إليه لتستقيم أحوالهم. وهكذا ما أمر به من الخير والصدقات والإصلاح بين الناس، كما في قوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالمقصود أن الآيات القرآنية فيها تنبيهات لمقاصد عظيمة، وهذه المقاصد غايات كلية قصدت إليها الشريعة، وهذه الغايات لها أهداف تحققها ولها وسائل توصل إليها، والذي يستخرجها هم علماء الشريعة وقراء كتاب الله عز وجل، لأنهم بكثرة قراءتهم وترداد آيات كتاب الله عز وجل يجعل هذه المعاني ترسخ في أذهانهم. وهذا شيء من المقاصد التي أردنا التنبيه عليها من أجل أن ينطلق منها إلى غيرها من المقاصد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لكل خير وأن يجعلكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يوجهنا نحو كتابه العظيم لننهل من علومه ولنستقي من توجيهاته ولننجو بفضل الله ثم بالتمسك بهذا الكتاب من كل سوء في الدنيا والآخرة. وأنا أتقرب لله عز وجل بمحبتكم والرغبة في الجلوس معكم، أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة. وأشكر لإخواني في هذا المركز ترتيب هذا اللقاء، بارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء، ويسر الله عز وجل لهذا المركز القيام بالأهداف النبيلة التي يسعون إليها، كما سأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ولا أنسى أن أشكر صاحب هذا المكان، بارك الله فيه ويسر الله أمره، وصلى الله على محمد. شكر الله لكم معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء
على هذه النصف الساعة وأقل والتي امتلأت بآيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم الحاثة على أن يكون قارئ القرآن متعلقا ومحققا لشيء من مقاصد الشريعة في قراءته وترتيله وإمامته بالمسلمين وتعلقه بكتاب الله. شكر خاص باسم مجموعة آيات والمشرف عليها فضيلة الشيخ ناصر بن علي القطامي، والمجال مفتوح في نصف الساعة القادمة لمداخلات الإخوة، من أراد المداخلة مستعد لإيصال الميكروفون إلى يده. بسم الله الرحمن الرحيم. في قول الله سبحانه وتعالى دائما عن الكتاب وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، هل هذا مدح لهم أو دم لهم؟ وكيف يكون الخلاف بعد مجيء العلم؟ أحسنت. تساؤل آخر؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أحبابه. ذكرت من شيخ في قوله تعالى من طالبة من اقتتلوا، ملاحظ أنهم يا شيخ يعني اختلفوا حتى اقتتلوا، ومع ذلك قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. اليوم يا شيخ أحسن الله إليكم يعني تزول أو ربما تزول أخوة الإيمان عند البعض بسبب خلافات يسيرة بينهم، ربما تكون يعني في مسألة اجتهادية، نريد توجيه نحو ذلك. أحسنت. حد في الجهة اليمنى؟ كأني رأيت أحد رفع يده، تفضل الشيخ يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. أولا أشكر شيخنا على ما قدم، ولا ننسى أن ندعو لوالده ووالدنا الكريم معالي الشيخ ناصر حفظه الله وشفاه. أحسنت. جمع له بين الأجر والعافية. آمين. جزاك الله خير. شيخنا الكريم، سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والملاحظ أن بعض الأئمة الذين لم يقرأوا على القراء المتقنين أو بعض عوام الناس لما يصلي في طرق السفر يخل بها، فما هو الضابط يعني الإخلال بها ركن، الإخلال بها تبطل الصلاة بها، فما هو الضابط لبطلان الصلاة؟ لأن بعض نجد كثير من الأئمة مثلا لازم الداخل أو نقول قليل، لكن صليت كثير أسمع هذا الأداء أو القراءة، فيقول مثلا الحمد لله أو نعبده يزيد واو، الضمة تزيد حتى تكون واو أو عليهم وهكذا، ثم لا يخفى على الشريف عليكم الفقهاء لما قالوا وفي الفاتحة أحد عشر شدة من لم يأتي بها بطلت صلاة، فما هو الضابط بطلان صلاة من لم يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة حفظكم الله وعافاكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. جزاكم الله خير معالي الشيخ وحفظكم الله فيكم، وشكرا للأخوة الذين أكرمونا بالحضور في هذا المجلس المبارك القرآني. ورد عن أبي ميمون المهران رحمه الله أنه قال لو صلح أهل القرآن لصلح حال الناس، وكما يقال أن قارئ القرآن هو كشاة الأضحية ينبغي أن ينتقى من العيوب. ومما يلاحظ أن قارئ القرآن، وأرجو من الشيخ أن يعلق على هذا، أن يكون قدوة صالحة في كل أحواله وليس فقط في الأمور الدينية، بل حتى في تعامله وتصرفاته ومع أبنائه وجيرانه. لكن نجد خلل حقيقة في بعض ممن حملوا كتاب الله عز وجل بالإخلال ببعض الأمور التي قد تكون عيوبا في نظرها العامة، كمثلا بعض الألفاظ السيئة أو إخلاف المواعيد أو نحو ذلك. نرجو من شيخنا أن يعلق على ذلك حتى يكون قارئ القرآن فعلا قدوة صالحة في مجتمعه. جزاك الله خير. الشيخ سعد الله يحفظك، أغلب الخلاف الذي يصير بين الإخوان عندما نكون في الاستراحات وقريبين من المساجد تقام الصلاة، فيصلي البعض في المسجد والبعض في الاستراحة، ويقوم خلاف بين الذين صلوا في المسجد والذين صلوا في الاستراحة،
بعضهم يقول قول النبي عليه السلام هل تسمع النداء، وبعضهم يقول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين. فدائما غالبا يحصل بيننا وبين الزملاء وبين الاخوان خلاف شديد عندما يكون في الاستراحات ويكون في الطلعات، بعضهم يصلي في المسجد وجوبا وبعضهم يصلي في المسجد، واحد احرجني وقال هل انا اثم؟ انا سكت. عبد الله تفضل. شكر الله شيخنا الكريم وصلى الله ان يعيد قلبه ويغفر بدل هذه المزيح حسناته التي كنت اريد مشاركته فيها، وكما تعرضنا للاسئله كانت ستلد الان، كانت مشاركه متعلقه باهميه هذا الموضوع لقارئ القران سواء كان من طلاب العلم او كان من ائمه المساجد او كان مقرا او غير ذلك، فان الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وفي قوله يسرنا حذف متعلقا مضمرا في هذا الموضع، ولذا أهل العلم هذا ما يسمونه دلالة الاقتضاء أضموا عدة معاني خدمت ما تعلق بالعلة المنصوصة في قوله للذكر لأجل الذكر، وأضموا الحفظ والفهم وتيسير المعاني والأداء وكل ذلك. والله سبحانه قال للذكر أي لأجل الذكر، والذكر هنا اسم معرف بأن، فشمل كل ما يتذكر به من الحلال والحرام والأمر والنهي والوعد والوعيد وكل ذلك. وإذا تبين هذا تبين أنه مأمور به، وأن الشريعة بل هم مقاصد قراءة القرآن والتلاوة، فإن الله يقول إنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، ويقول الله فذكر بالقرآن من يخاف ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فإذا علم هذا علم أنه مطلوب ومأمور، والأمر بالشيء أمر بالشيء ووسائله، ومن أهم وسائله معرفة مقاصد الشريعة سواء كان من المعاني الكلية التي أشار إليها شيخنا أو كان مما يتعلق بالمسائل التي يحرص عليها المجتهدين. ومن أعظم أو من أفضل ما يدل على هذا كتاب لطيف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي اسمه تيسير لطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، فإنه قد جمع تفسيرا موضوعيا يفيد طالب العلم وقارئ القرآن فيما يتعلق بالمعاني العامة والكلية العامة في نصوص القرآن. أسأل الله العلي العظيم أن يغفر للشيخ وأن يبارك في عمره ويصلح قلبه وعمله والسامعين، واجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يشفي والدنا على كل شيء قدير، والله تعالى وصلى الله وسلم. جزاك الله خير وفقك الله. هذا تشير يسمح ابشر على اليمين ذاته، لكن ما احد رفع يده. اذا تسمحون للشيخ انه احد يسال اسئله استفتائيه او نظل حول عنوان هذه العنوان زين، العنوان زين، نظل نبقى حول العنوان ان شاء الله. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يقول الله تعالى ان هذا القران يهدي للذي لا قوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قرأ عليه القرآن، ولما خرج على قريش قرأ عليه القرآن صارت النجم حتى سجدوا جميعا. فنريد رسالة إلى الأئمة، كم من عاصي يصلي وراء الإمام، كم من قاصي القلب يصلي وراء الإمام، فعلى الإمام أن يحضر لهذه الصلاة وأن يجهز الصلاة التي يصلي بها القرآن الذي يصلي بها. فكان يصلي وراء الإمام كل صلاة يقرأ نفس الآية التي يقرأ منها من غير تحضير ولا تجهيز. فرسالة لكل إمام أن يستعد للصلاة وأن ينتقي يعني بعض الآيات التي فيها توجيه الأمة، توجيه الشباب، توجيه الوصاة، توجيه الوصاة الغرب. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا ويجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير. أحد من الإخوان جارك جارك حاضر جارك على يمينك. اختيار الآيات لو تدمج خلف السنة مشهور. طيب مبارك. هو السؤال هنا قيل أن من يشتكي الهم والقرآن موجود كمن يشتكي العطش والماء موجود، يعني لا يخفى على قدرتكم ما تمر به الأمة الآن من حال لا يوصف، والكل يعلم ذلك مع كثرة القراء وكثرة وسائل الإعلام لنشر القرآن والعلم وهكذا. هل من خطة لنفعل بها القرآن مرة أخرى في الأمة ودوره كما نهض بها قليلا؟ وجزاكم الله خيرا. أحسنت. أنا انتبهت الآن إلى مرجع الشيخ أثناء سردكم الآيات، وحقيقة أنا كنت أقف عنه. أحيانا يتكلمون عن مقاصد السورة نفسها،
ونسمعه في التدبر، لكن ما انتبهت إلى هذا المعنى الذي ذكرتموه يا شيخ، أن الإنسان يلتفت إلى المقاصد العظمى أصلا في الشريعة في كل تلاوة للقرآن، يعني هذه الختمة يتدبر فيها مقاصد التوحيد، مقاصد الاجتماع، في كل الآيات التي يقرأها. أنا حقيقة أول مرة أنتبه مثل هذا المعنى، وهذا يشرف لنا أن نعيش أكثر مع التلاوة ومع القراءة. الإنسان يكون يقرأ ومصاح ومنتبه فعلا فيستحضر هذا المعنى، هذه الفائدة. جزاك الله خير. تفضل. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ بارك الله فيك. بالنسبة للإمام الذي يذكر القرآن تقريبا كاملا على المصلين، لأن في بعض الأخوة يقول هذا من البدعة. في غير رمضان. خاصة صلاة الجهمية وصلاة الفجر خاصة. منها يسمع الناس كلام الله عز وجل والقرآن كاملا، ومنها يثبت القول الواجب. أحسنت. بارك الله. نكتفي مع الشيخ؟ لا. اسمع. ما زال أحد يريد أن يقول. نستفيد. طيب. نستفيد. إجابات مع الشيخ، وإن استجد سؤال عدنا إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. وبعد، هذه الكلمة التي تقدمت بها مراد منها أن نجعل قراء القرآن وأئمة المساجد يلتفتون إلى هذه المعاني الكلية التي هي مقاصد للشريعة، ومن ثم يحققون ذلك المقصد في نفوسهم وينشرونه في الأمة، لأن هذه المعاني الكلية هي التي تؤثر على النفوس وهي التي تغير حياة الناس. والآيات إذا كانت مجرد حروف تتلى فحينئذ يكون أثرها قليلا، ولابد أن نسعى إلى نشر هذه المقاصد عند الخلق. ولم يكن الشأن الأعظم في حال النبي صلى الله عليه وسلم إلا تحقيق هذه المعاني الكلية، بل هو مقصد القرآن، ولكنه يسوقه بسياقات متعددة، مرة بأمر ونهي، ومرة بقصص، ومرة بأدلة وبراهين وإقناع، ومرة بإيراد مواعظ تتحرك بها القلوب حتى تستقر هذه المقاصد في نفوس الناس. ومن هنا يحسن بنا أن ننطلق من هذه الآيات القرآنية لجعل هذه المقاصد بين أعيننا. أنت إذا قرأت القرآن شوف وش المقصد العظيم للقرآن كاملا، ليس للسورة فقط. ما هي لماذا نزل هذا القرآن؟ لماذا؟ ما هي المعاني التي يراد بها؟ الآن المدرسة يدرسون في الابتدائي 6 سنين، فيها أهداف كلية عامة، تبيه يعرف يقرأ ويكتب، يعرف ما يقيم به فروض الأعيان في دينه، يعرف الحساب إلى غير ذلك، يعرف المعلومات الأساسية التي تكون بها أمور الحياة. هذه مقاصد كلية ليست مقتصرة على درس أو درسين أو سنة أو سنتين، بل هي تصاحب الإنسان من أول دراسته إلى نهايته. هكذا هذه المعاني الكلية المقاصد هي من أول القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. معنى العبودية التي فيها التجاء إلى الله، هذا من أوائل سورة الفاتحة إلى سورة الناس. فهذه المعاني ينبغي بنا أن نظهرها وأن نعيد الناس إليها، وهي معاني قليلة، الأحكام الفقهية كثيرة جدا، فلو دخلت إلى الناس من خلال الأحكام الفقهية ما استطعت أن تجعلهم يستوعبونها، بل في الحقيقة لن تستطيع أن تجعل الناس يلتزمونها إذا لم يعرفوا تلك المقاصد.
ولذلك ما ودي أن الأخوان سألونا بعض الأسئلة التي هي في جزئيات فقهية، ونحن الآن نتكلم عن مقاصد عامة للشريعة ينبغي أن نركزها في النفوس. والناظر في الأحكام الشرعية أو في الشريعة يجد أن الشرع أول ما ابتدأ به محاولة إصلاح القلوب وربطها بعلام الغيوب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وانظر كلمة أهل العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وعلق صلاح أحوال الناس بما في نفوسهم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما إيش بأنفسهم. وبعد ذلك مرحلة أخرى وهي تصحيح المفاهيم التي عند الناس. ما هي حقيقة المال مثلا؟ يعني انظر من تصحيح المفاهيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه. هذا تصحيح مفاهيم. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك؟ الحديث تصحيح مفهوم. ثم بعد ذلك تأتي الضوابط الشرعية للأعمال الآدمية. الناس عندما ينطلقون إلى الضوابط ولا يمهدون بالمنطلق الأول المتعلق بالقلوب لا يكون هناك أثر لكلامهم. لما يجيك واحد ملحد وتحاتيه عن وجوب الصلاة ما لها قيمة. أنت كلمة عن الأصول التي سببت له الضلال واستحضر الأدلة فيها، وبالتالي تنطلق إلى القضايا واحدة واحدة تلو الأخرى. يقول الشيخ: حال الأمة اليوم ضعيف، ايش تقولون؟ أيهم أشد ضعفا، حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولا حالنا اليوم؟ يوم الهجرة، يوم الحبس في الشعب، بل يوم الأحزاب العدد قليل ما يصلون 1500، كل أهل الإسلام عددهم عدد من يصلي في أحد جوامع الرياض الكبيرة، صح ولا لا؟ وتكالبت عليهم العرب واجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم واستئصال شأفة الإسلام. إذن اليوم الحمد لله هذا الدين منصور ومنتشر. وانظر إلى حال الأمة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: ارتدت العرب، تفرق أهل المدينة عند حلول المصيبة العظيمة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهمة الروم بغزو المدينة. لو تقول موازين بشرية خلاص انتهى هذا الدين، لكن في موازين إلهية مغايرة. ومن هذا المنطلق نستشعر هذا الدين باقي مهما كاده أعداؤه، قد تكفل الله ببقائه وتكفل الله بحفظ هذا الكتاب وتكفل الله بوجود من يقوم بنشر هذا الدين ونصرته. بس أنت المسكين كان أنك تخدم نفسك، خلك من جند الله حتى يكون ذلك عائدا عليك بالنفع في دنياك وفي آخرتك. الله جل وعلا أمر المؤمنين بالاجتماع وسعى إلى أن يكون قولهم قولا واحدا.
لكن الاختلاف طبيعة بشرية، الاختلاف الأفهام واختلاف النفوس والنظرات، وبالتالي نتعامل مع هذا الخلاف على أنه أمر واقع، لكن ذات الاختلاف مذموم. وكونه ذكر أنهم اختلفوا بعدما جاءتهم الآيات أو جاءهم العلم، هذا من باب تشديد الذم عليهم، جاءهم العلم فخالفوا، ما في هذا العلم من أمر الله عز وجل بالاجتماع والتآلف. يترك الإنسان مرات رأيه واجتهاده أو لا ينشره رغبة في نزع فتيل الاختلاف هذا. ولهذا قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني أن حال الاختلاف يقابل حال الرحمة، فالاختلاف مذموم وليس من الرحمة في شيء. وقوله ولذلك خلقهم أي ليرحمهم لا ليختلفوا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فالاختلاف مذموم. وذلك ورد عن ابن مسعود قال: الاختلاف شر. وأما الرسالة إلى إمام المسجد فنحن نسعى إلى جعل هذه المقاصد الكلية لآيات كتاب الله معاني مستقرة في نفوس الناس جميعا. فقارئ القرآن وإمام المسجد ينطلق من ترسيخ هذه المعاني الكلية في نفسه إلى جعلها في قلوب الأمة بحيث يستشعرونها ثم يطبقونها ويعملون بالوسائل المحققة إليها الموصلة إليها. ومما يساعد على هذا تنمية جانب الفهم للآيات القرآنية، وذلك بمعرفة قواعد الفهم والاستنباط من أجل أن يكون عند الإنسان فهم صحيح. وهكذا أيضا ربط الآيات القرآنية بعضها ببعض، ومن ذلك معرفة مقاصد السورة وربط أوائل السورة بأواخرها. شف مثلا في سورة طه: وما أنزلنا عليك القرآن إيش؟ لتشقى. ثم هناك عدد من ذكر أمور الشقاء في الآيات في السورة نفسها إلى آخر السورة: ومن أعرض عن ذكري ونحشره يوم القيامة أعمى. شقاء. وانظر إلى موافقة في المعنى وإن اختلف اللفظ إلى أواخر الآيات في السورة فيها ذكر الشقاء: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وآخر السورة: من قبلي ونخزى، من قبل أن نضل ونخزى. إذن هناك مع اربط الآيات بعضها ببعض حتى تستشعر هذه المعاني الكلية التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. أخوة الإيمان ولو كان هناك اختلاف. طيب ما جبت الآية قبل: وإن طائفتان إيش للمؤمنين اقتتلوا. وحينئذ حتى المعادي والمخاصم تتقرب إلى الله بمحبته. بينهم خلاف في المحكمة ولا ما أدري وش بعد، ويتكلم فيك في الليل وفي النهار، ومع ذلك تتقرب إلى الله بمحبته وبكف لسانك عن ذكر معايبه، ولو أنه إيش يشنع بك في الليل وفي النهار. ولذلك ما يسير الإنسان على النواحي القلبية العاطفية، سبني لازم أسبه،
ولا إذا سب أحدا من أهل الخير نقوم بسبه؟ بالعكس، قاعدة الشرعية تخالف. سورة الفاتحة وما هو الضابط لبطلان الصلاة عند الخطأ فيها؟ الفقهاء يقولون خطأ يحيل المعنى تفسد به الصلاة. القراء وما لديهم من مخالفات و أئمة المساجد والقراء لهم أثر كبير في الأمة، ليسوا معصومين، يقع منهم أخطاء ومطالب منهم تصحيح أحوالهم، لكن لهم أثر في الأمة عظيم، والقرآن قد أثر على حياتهم فهم أكثر استقامة من غيرهم، وهذا ملاحظ ومشاهد. وبالتالي فنتقرب إلى الله بالذب عن أعراضهم وبالثناء عليهم. وينبغي بنا أن نوجد في الأمة شعورا بطلب الأعذار للآخرين. يجي الشيطان يلقي الوساوس وسوء الظن في النفوس، وبالتالي يركب أحكاما على أفعال لا يصح تركيبها عليها. فلا ينبغي بنا أن نستجيب للشيطان. وانظر الآية التي ذكرت في كلمتي، وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم يريد أن يفرق. وانظر لآية السحر والسحرة، يفرقون به بين المرء وزوجه. وانظر لما ورد في الحديث أن الشيطان إبليس يقول لمن جاء وقال له ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجه، قال أنت أنت، وأدناه وأجلسه على عرشه. فالتفريق بين الناس وإيجاد العداوات بينهم هذه ما هي وظيفة أهل الإيمان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. وانظر ما جاء من النصوص في ذم أصحاب النميمة، لأنهم يفرقون بين الناس. واركعوا مع الراكعين، هل تدل على عدم وجوب صلاة الجماعة في المسجد؟ هذه الآية أوجبت الجماعة، لكن لم يتطرق فيها إلى ذكر المسجد، فتوجبها آية أخرى أو حديث آخر. ما يجينا واحد يقول الله يقول واركعوا معناه السجود مو واجب. إذا قال واركعوا مع الراكعين أوجب الجماعة، لكن لم يسقط وجوب أداء الصلاة في المسجد. والنصوص واضحة صريحة. وهنا معنى آخر، وهو أن الإنسان في أموره الدنيوية لا يقتصر على أقل ما يكفيه، ويسعى إلى تحصيل أعلى مراده. وإذا جاء في أمور الآخرة يقول لا يكفيني الواجب. لابد أن نزرع في النفوس الرغبة في التطوعات وفي استكمال. العبد يريد أن يستكمل نفسه. من اللي يقول ما عندي معاصي وبالتالي أنا أقتصر على الواجب؟ يا أخي افعل المندوب من أجلي تكفر معاصيك. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما تبي الله يحبك؟ فلماذا نجعل في نفوس الناس أصلا هذا المبدأ؟ يا أخي أبي حد الواجب بس. يجب أن نزرع في النفوس يا أخي إلى مشيت لك 20 متر طيب وش جلست وش بتسوون؟
سواليف ولا لعب ثمر قليلة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم عبد الرحمن الإبراهيم. في البداية أشكر الله سبحانه وتعالى أن أحيي هذا اللقاء وجمعنا في هذا المكان، كذلك عبد الله، وأسأله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى في الجنة إن شاء الله، ثم أدعوه سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء ويطيل عمر والدنا الشيخ ناصر بن عبد العزيز الشتي. ثم أشكر إخواني في مركز آيات على هذا الملتقى المميز، وفي مقدمتهم الشيخ ناصر الفامي حفظه الله. فضيلة الشيخ، واللقاء بعنوان دور قارئ القرآن في تحقيق مقاصد الشريعة، افتتحتم كلمتكم المباركة بقوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، ثم سردتم بعض الآيات في ذلك رحمة وذكر بيان عظمة القرآن وأنه هو الذي يهدي حياة المسلم. ولعل من أوضح الآيات في هذا المعنى قوله تعالى في سورة النحل: ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ذكرتم أن من مقاصد الشريعة الاجتماع والتآلف الذي تم التأكيد عليه، وأنه نعمة من الله ينبغي شكرها، واستشهدتم بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. أرجو من فضيلتكم بيان التفسير الدقيق لهذا الموضع من الآية، جزاكم الله خير. اسمحوا لي بالمداخلة الأخيرة حتى أستاذ الشيخ يرضى. جزاك الله خير يا شهد. بدأ بي بدأ أحمد الله سبحانه وتعالى، ثم أثني بالشكر الجزيل لمعالي الأستاذ والشيخ الدكتور وسعد بن ناصر الشاذلي الذي اتحفنا بهذا اللقاء المبارك، وأبنائك ومحبوك وإخوتك يرحبون بك اليوم ودوما إن شاء الله في مثل هذه اللقاءات التي شعر أبناؤك وإخوتك بحبك لهم وقربك من أهل القرآن، فأجزل الله وثوبتك وشكر سعيك وكتب أجرك. شيخنا الكريم، هل من المعاني الشرعية أو من التطبيقات العملية لدور قارئ القرآن في تحقيق مقاصد الشريعة أن يعي أن من أدواره المهمة الوعظ بالقرآن وكيفية تحقيق مثل ذلك أو مثل ذلك؟ خلاص جزاكم الله خير. لأنذركم إيش؟ به. لأنذركم به في آيات كثيرة النذارة بالقرآن. هنا معنى وهو أن كثيرا من الناس يظن أن القرآن مجرد خطاب ويغفل عن أنه يشتمل على أعلى درجات البراهين وأرفع درجات الإقناع، ولذلك آيات القرآن خصوصا في القضايا التي يتنازع فيها مع غير المسلمين جاءت بالبراهين. وما وذكرنا نموذج ذلك في قوله: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذه أرفع درجات الإقناع: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. براهين وأدلة واضحة تفكر الإنسان فيها
ويعرف فيها من الدلالات الشيء الكثير. بارك الله فيكم جميعا ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وشكر لكم هذه الساعة الضافية الشافية التي لامست القلوب ونفعت إن شاء الله، فجزاكم الله خيرا. شيخي إن سمحت لي أن يعني أعمل إعلانا، باقي خمس دقائق تكريم، إعلانا يسيرا عن برنامج إذاعي بمسمى مقاصد الشريعة لمعالي الشيخ سعد بن ناصر الشتري، 30 حلقة، كل حلقة كانت من 10 إلى 15 دقيقة، شرفت بالتقديم بين يدي معاليه، وكان من أجمل وأمتع البرامج التي استمعنا لها. ولو كان في وقت معاليه فسحة فنحن نطالبه بالجزء الثاني والثالث مستقبلا أمامكم، ولعله لن يجيبني الآن ولن يعطيني الضوء الأخضر، لكن على كل حال إذا أعطاني الضوء الأخضر الآن سأجعل 30 حلقة في اليوتيوب بصوت الشيخ، كل حلقة لها عنوان مستقل عن مقاصد الشريعة بإذن الله. أذكر برقم الجوال الخاص بمجموعة آيات 053 لمن أراد التسجيل، 053-424-4448. واضح؟ ختاما شيخي، هنا تكريم يسير يستحقه من دوّلنا أسماءهم في هذا التكريم، وهم على النحو التالي: أولا الشاب المبدع الموفق بإذن الله ما شاء الله تبارك الله عبد الله الصاعدي الذي مثل المملكة العربية السعودية في مسابقة القرآن الكريم عالميا والتي أقيمت في كرواتيا وحصل على المركز الأول. تفضل يا عبد الله. إذا قمت بي درع تكريمي من مجموعة آيات مقدم لعبد الله الصاعدي بهذه المناسبة، وقد مثل الوطن خير تمثيل في هذه المسابقة. ثانيا درع تكريمي لراعي الديوانية، ديوانية آيات، وهو الأستاذ عبد الرحمن بن سلمان الحلافي، يستلمها بسام الحلافي. تفضل أخ بسام. دائما ما يحتضنون الديوانية ويقدمون المكان والأجواء والتنظيم، فجزاهم الله خيرا وشكر لهم. درع تكريمي آخر لمعاليكم، شكر الله لكم، معالي الشيخ سعد بن ناصر الشتري من مجموعة آيات مقدم لمعاليكم، وأنتم ضيف في اللقاء السادس للديوانية. استاهل الشيخ سعد، بوصله أنا بإذن الله. عبد الله الصاعدي يا شيخ يقرأ بين يديكم. عبد الله تفضل، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط
والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.